بالدفينة وكشفنا كثيرا ما في الغربال، لكن في النهاية كل واحد يتمسك من عظمة لسانه. لعن الله من أيقظها. هذه الفتنة النائمة، وأنا مش عارف ليه إعلامنا بجد حريص على إشعال فتن جماهيرية كتيرة والناس مش واخدة بالها. الأمر لا يتعلق بإدارة الزمالك وإدارة الأهلي وإدارة اتحاد الكورة. المسائل على المستوى الشعبي يا جماعة بتنغص معيشة الناس، بتنكد حياة ملايين من الناس. بالظبط كده، الناس لازم تبقى فاهمة يعني. المهندس عدلي أشار من شوية، الإنسان اللي بيلقي بالكلمة كده ولا يلقي لها بالا، مش واخد باله إن هو بيعكر مزاج ناس، بيكيد ناس، بيضايق ناس، بيخلي ناس تبات فعلا متضايقة لأنه بيحب هذا النادي أو ذاك. ليه ما تقولوش الحقيقة؟ ليه؟ ليه ما يبقاش في حرص على المصلحة العامة؟ قلت لكم من شوية لا احنا معنيين ان احنا نصدر مشاكل لأي نادي، ولا معنيين ان احنا نعمل سبوت على خلافات داخل أي فريق، بس لو عملنا هتلاقي الدنيا بايظة خالص. لكن لا ده إعلام مسؤول، ولا ده توجه النادي الأهلي، ولا ده طبيعة البرنامج. فنتمنى انه كل واحد ينشغل بناديه، كل واحد فيكم عنده اللي مكفيه. مش معقولة كده باستمرار البحث والتنقيب على إشاعات، على بث مشاكل، على اختلاق قصص وحكايات، ومفيش حد بيتعلم. اللي ما تعلمش من درس رينيه فايلر ما تعلمش، لأنه بمجرد ما الأهلي طرح اسم فايلر، لو تفتكروا طلع كل الناس شككت وقالت لك ده ما عندوش فكرة، ده مدرب صغير، ده ما عندوش خبرة، الأهلي استرخص، الأهلي كلام كتير جدا. أول ما جه الراجل ولعب كم ماتش كويس قوي، الناس قالت واو إيه ده، وبدأت الناس حتى اللي كان غلط وعاب مش قادر يعتذر. الراجل سافر في أزمة كورونا، قال لك لا 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 مش جاي خلاص، لا ده انتهى. ده ابتدوا يلوموا الأهلي إنه ما بيجددلوش غير سنة واحدة. اه يعني شوف التناقض من إيه لإيه. المهم، وهو أنت فاكر إن هم كده يعني خلاص سلموا بالنسبة للفايلر؟ مع اول كبوه زي ماتش الزمالك كده، شفت الناس عملت ايه معاه؟ احنا يعني خلاص بقينا صعب جدا، وبقينا واضحين قوي في الشخصنه، في وضوح. يعني انت لما تشوف يعني معقوله في برنامج او في قناه هي تطلع علشان تتكلم على الاهلي بس، ومش الاهلي، على سلبياته وتبتكر له سلبيات مش سلبيات موجوده. وبعدين يا باشمهندس، الدوري رجع الدوري والناس انبسطت، ولما رجعوا الناس انبسطت كله شكر جهود اتحاد الكوره وجهود السيد الوزير، ومحدش اتكلم على الموقف المسؤول بتاع النادي الاهلي انه من البدايه قال يا جماعه المصلحه العامه تقتضي ان الدوري يرجع. انت عارف يقولوا ايه دلوقتي يا استاذ ابراهيم؟ بعد كل ماتش في استوديوهات التحليل، ازمه كورونا دي احنا بنشكرها، وعودة الدوري ادى فرصة ان يبان ان عندنا قاعدة من الناشئين الموهوبين جدا. شفنا اسماء هائلة، هي دي المكاسب اللي الناس عمالة لحد دلوقتي تنبط. انت رجعت الدوري عشان تدوا الاهلي بطول، هو حد بيدي الاهلي حاجة يا عم؟ انت هو الاهلي بدراعه وكسب الماتشات، هو الاهلي متصدر عشان هم رجعوا الدوري، ولا هو متصدر علشان في الدور الاولاني خد العلامة الكاملة؟ يعني الكلام اللي المهندس عدلي بيقوله ده انا سمعته قبل كده، هم رجعوا الدوري عشان يدوه للاهلي. ما نسمعه ونشوف مين اللي قاله، لانه تقريبا مش المهندس عدلي، انا سمعته من حد تاني، نشوفه. دي مأساة حقيقية، علشان تيجي تحرم 6 لاعبين تحولت بكلام اتحاد كرة القدم ولجنته الطبية من إيجابية إلى سلبية وتبعده، فده بيأكد يا أحمد إن احنا فعلا عايشين دوري اللي يحب النبي يزقه، وكله بيدفع في اتجاه واحد يروح فيه الدرع. احنا قلنا بالاول عايزين تدوا الدوري الاهلي، ادوه الاهلي، لكن المشكله في اللي جاي. احنا هندفع ثمن ده 5 6 سنين جايه. والله ماساه يا احمد، انا حزين جدا على الكلام اللي بيقول. لسه بقول لك النادي المصري مظلوم من الاستبعاد على ارضه 7 8 سنوات لحد النهارده، حرمت مدينه كامله من انها تتابع فريقها او تقعد وراه في اي مكان، والنهارده كمان جاي بتخنقه في مساله كورونا. طب انت ليه ماتش انسحاب المصري؟ اذا انت مقتنع ان عنده ظروف قهريه، طب وسط بيتلعبوا عنده يا فندم. احمد عادل، انا لسه قايل احمد عادل الشير بميسي كان اول امبارح، ربنا يحمينا. الاهلي والموت
علشان مباراه كره القدم. وبعدين انا عايزك تانية خالص، يعني كلنا ما عندناش مبادئ، النادي الاهلي عنده مبادئ. النادي المصري لجا للنادي الاهلي، اتحاد كره القدم قال له التاجيل مش عندي، مش في ملعبي. اتكلم مع الاهلي، اتكلم مع الاهلي، قول له ولا تاجيل دقيقه واحده يا جماعه، دي كوره، هو احنا في حرب. سبحان الله. بقول لك مش كلامك. لا الاستاذ صبحي الحقيقه انا اصلي اعرفه من زمان، واحد مختلف، اعرف واحد ما علينا يعني. انما التحامل على النادي الاهلي ورجع للنادي الاهلي، هو الزمالك لما رجع ولعب الدوري مش ربنا كرمه وكسب البطوله الخاصه بينه وبين النادي الاهلي؟ وقال لك انا رجعت عشان اكسب البطوله دي، يعني قال لك هو ده كان هدفي وهو ده ماشي. طب هو الزمالك مش طلع اثنين ناشئين ولا ثلاثه ناشئين؟ مصر كلها بتقول الله ينور. ها هو النهارده مش في لعيب اسمه احمد عادل على ما اعتقد في بيراميد فيرود هايل جدا من الناشئين؟ مش في كل نادي ابتدى نشوف مجموعه ابراهيم عادل. ها ابراهيم عادل. ابراهيم عادل الناس انا شفته لعيب كويس قوي. المساله خلينا نشوف الايجابيات اللي تحققت. وبعدين تخيل بقى ان احنا كنا لغينا الدوري اللي فات، ها، وبنلعب بقى دلوقتي وقال كمان شهر في الدوري الجديد، ايه الفرق يعني؟ كنت هتلعب وماتشات وبرده كورونا وبرده مضغوطه وكل حاجه، لكن هي الفكره كلها بالعكس بقى للي عايز بيقول لك انتوا رجعتوا الدوري عشان تدوا بطوله للاهلي، ده انتوا اللي مش عايزين ترجعوا الدوري عشان الاهلي ما ياخدش بطوله. الموضوع معكوس تماما. وعلى اي حال لا الاهلي خد البطوله لسه، انما اللي انت عايز ترمي الفوطه بدري التحور ده موضوع يخصك. لكن احنا بنقول انا وانت واللي زينا، واحنا كنا بنقول كده واحنا في الموقف المعكوس، الدوري في الملعب. الدوري في الملعب، لكن الفتنه ملعونه. يا جماعه الاهلي مع المصري كفايه اللي حصل، كفايه بجد يعني، وكان بسبب افعال زي كده. النادي المصري عنده معاناه بقاله 5-6 ماتشات، وتأجلت له مباراتين، وعنده نقص في الصفوف، وعنده إهمال في جزئية كورونا، وعنده جهاز فني اتغير، كل ده الأهلي ماله؟ فجأة يتقال أصل اتحاد الكرة أجبر المصري إنه يلعب ماتش الأهلي بالعافية عشان الأهلي يكسب. ما هو الأهلي بيكسب بعرقه ومجهوده بسين بصاد بيكسب كورة. لكن إيه فكرة إن أنا بأور صدور جماهير المصري اللي مش ناقصة أصلاً تجاه الأهلي بسبب مثل هذه الافعال وهذه الكلمات؟ على فكره اللي بيقول هو باستمرار الحقوا، قال لك اصل الاهلي المصري قال للاهلي عايزين ناجل، فالاهلي قال له ولا دقيقه واحده. ما حصلش. ايه الكذب ده؟ ايه الكذب؟ ايه الكذب وتصديق دايما وابدا كل النفوس بهذا الشكل يا جماعه؟ ليه كده؟ كفايه اللي عند الجماهير من احتقان. ما يصحش. ما تخلي اتحاد الكره يطلع يقول انا وافقت على تاجيل مباراه الاهلي والمصري والاهلي ما رضيش. خلي اتحاد الكره يقول. لكن هرجع اقول لا، هو تستناني بس رجعت الدوري لحظه. هو اللي يقول كلامه خلاص، مش الناس عندها عقول؟ مش في نظام؟ هو اتحاد الكوره هيستاذن الانديه؟ اتحاد الكوره لو يرى ان المباراه تستحق التاجيل، الخلاف بين المصري واتحاد الكوره بس، لو هو الاتحاد الكوره اجل المباراه كان الاهلي هيقول له انت اجلتها ليه؟ هيقول له عشان 1 2 3 4. ما كانش يقدر الاهلي يحتاج طبعا. فإنما الاصطياد بقى، الاصطياد بالهدف الخفي يا جماعة، انتوا بتعبسوا بأرواح الناس بقى مش بمزاجهم كده، العبس بأرواح الناس وبمصالحهم. لأنه أنا لما أقول الدوري اتحاد الكرة رجع الدوري عشان الأهلي، يجي الرد من الوزير الدكتور أشرف صبحي عشان نشوف مين رجع الدوري وعشان مين. انا ببارك للمنظومه الرياضيه المصريه ومنظومه كره القدم على الحمد لله يعني بدايه الدوري، لان الدوري وكره القدم عنوان كبير جدا للرياضه المصريه، والرياضه كمان يعني عنوان كبير جدا مع غيرها من الانشطه اللي يعني مجلس الوزراء كان يعني مدقق ومتدرج ودارس من خلال لجنه الازمات برئاسه دوله مجلس الوزراء في الحقيقه لدراسه كل حاجه بدقه وما يرتبط بجائحة كورونا. ويعني احنا عندنا الحمد لله عودة الطيران، عودة
سياحه، كمان عوده النشاط الرياضي. صحيح. كلها صور مهمه جدا جدا جدا. في تحدي، كان في تحدي يعني، في رؤيه، في رؤيه. لكن يعني هو عمل الاصل بتاعه، هو عمل يعني حكومي، وفي مجلس وزراء بيرى، وفي اتخاذ قرار، وفي منظومه كمان. يعني اكيد لو يعني كان في سياق لرأي، ومش هنعرف تاخد قرار، رأي معين بعين مش هنعرف تاخد قرار يعني. ايوه ايوه. لكن يعني صراحه يعني في الاخر لما بتكون في حاجه وفيها مصلحه وطن، كل الناس بترجع لده. واعتقد ده اللي تم. طيب، ده مسؤول، وزير مسؤول عن الرياضه في مصر والشباب، بيطرح ان دي رؤيه دوله. الجدل في ايه؟ طب انا اسال سؤال، هو لو ما كانش الدوري رجع، اهلي وزمالك وبيراميد وفي البطوله الافريقيه كان هيلعبوا ازاي؟ واللي في البطوله العربيه كانوا هيلعبوا ازاي؟ يعني ازاي يعني؟ يعني كان نروح نلاعب الرجاء والوداد من غير دوري؟ ازاي يعني؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، دي رؤيه دوله وملهاش علاقه بكره القدم. الباسكت بول بتتلعب، اتحاد سكندري خد بطوله. صحيح، خد بطوله اهو. مش الاهلي بقى. ايوه يعني، وهتتلعب البطوله الثانيه بالصدفه بين الاهلي واتحاد سكندري. الكره الطايره رجعت، مسابقات الناشئين، كره اليد بتستعد لكاس عالم. مسابقات الناشئين في كره اليد اللي عماله، انت بتستعد لكاس العالم لكره اليد، تقول للناس انا مش قادر العب كوره؟ يعني هي دي الرساله اللي انت عايز توصلها للعالم؟ فين المسؤوليه؟ ما هو اصل الكلام ده يختزل، وبعد شويه نعمل زي ايه، التهجير، والاهلي ما استضافش الاسماعيلي. ايوه، ونقعد بقى. أيوة. في هذا الكلام والاكاذيب التاريخيه. واجيال ما حضرتش لما كابتن سيد بازوكا حلف لهم طلاق انه ما حصل. الراجل حلف بالطلاق صاحب الشقه. اه والله. ارجوكوا شيء من المسؤوليه. شيء من المسؤوليه، لكن هي كل شويه تظهر حاجه تفكرهم بغنوه الدوري. وكل ما يحصل ترتيب متاخر، الزمالك لما يقرب بعد ماتش الاهلي والزمالك، طلع كابتن جمال عبد الحميد قال لك الدوري في الملعب. وهو في الملعب. وهو في الملعب. والاهلي ما قالكش ان هو مش في الملعب. لكن اول ما تقرب يبقى في الملعب، اول ما تبعد يبقى الاهلي هو اللي رجعه. هي حسب المزاج. زي ما بالظبط استجدت ازمه القيد الافريقي. وهنا اقول لكم القصه ايه بالظبط. الانديه